شيل القضية مكانك. ماشي، بس ليه طلبات؟ بطايق مضروبة، موبايلات بنمر جديدة، فلوس تفرتكها انت واصحابك، قدامك يومين. بس الحوارات دي طبعا غير اتعبنا، وحسب ان الموضوع كبير يبقى المبلغ كمان هيبقى كبير. اللي انت عايزه هتاخده. 50,000 جنيه من اصحابي؟ 50,000 عادي؟ 100,000 عادي برضه؟ 100,000؟ 500,000؟ 1,000,000 دولار كل واحد فينا 1,000,000 دولار. كذاب حبيب قلبي، والله انت راجل زي العسل. 50,000 زي ما اتفقنا. مسابقة اليوم، من الذي قتل احمد عبد الرحمن؟ هل هو فايز ام بدير ام اسماعيل؟ للاجابة اتصل من اي تليفون عرضي او محمول على 0933. يا نهار اسمي ده، انا اسماعيل، ده احنا بنتعمل علينا مسابقات. بتعمل ايه انا اسماعيل يا ابن الذين؟ طلعت لهم حل صح يا ده، قول لهم فايز. حل ايه بس يا بدير انت كمان؟ انا بكلم فايز تأخر قوي.